الأطفال، وبالتأكيد 300 طفل كما ذكرت مسبقا في سجون الاحتلال دون 18 عاما وبملفات مختلفة، وتهم بالتأكيد ادعاءات في هذه التهم على الأطفال وممارسات وانتهاكات ضد طفولتهم البريئة. حول العنف الممارس ضد الأطفال في السجون الإسرائيلية سنكون وإياكم في وقفة تفصيلية، وبالتأكيد ما بين التكيف والتأهيل مجتمعيا وأسريا وتربويا مع الأستاذة حلمية الكوع أخصائية نفسية واجتماعية في جمعية الشبان المسيحية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أنا سعيدة كتير يعني ألتقى فيكم وأحكي عن برنامج الأطفال الأسرى. أهلا وسهلا فيك. سعيدة وكمان يعني بخصوصا يعني في وقت كتير بتسلط الضوء على قضايا الأسرة، وأنا كتير سعيدة جدا. أهلا وسهلا، وأكيد إحنا سعيدين بالحديث أيضا عن هذا الموضوع كونه مثل ما ذكرتي أستاذة حلمية أنه في أمس الحاجة لأن نتحدث عن الأمور التوعوية فيما يتعلق بالأسرة الأطفال. يعني أبرز ما يتم التعرض له من أساليب عنف وأساليب لا إنسانية مع هؤلاء الأطفال من خلال بالتأكيد ملامستكم لقضايا والتعامل مع قضايا في جمعية الشبان المسيحية والملف بالتأكيد ملف الخاص بهم. احنا طبعا بلش برنامج الأطفال الأسرة طبعا من بداية 2009. طبعا كانت خلفية الأشياء هي نتيجة ارتفاع عدد الأطفال الأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلية، هي بداية الانتفاضة الثانية كانت في 2000، وبلغ عدد الأطفال الأسرى بهذيك الفترة 11,000 أسير تحت السن 18. فجاء برنامجنا بناء على ارتفاع هاي الأعداد، هي طبعا كانت سياسة ممنهجة لاعتقال هدول الأطفال وتسليط الاعتقال تحت سن 18. صحيح. طبعا بلش برنامجنا 2009. هذا البرنامج طبعا ممول من السيف تشيلدرن. طبعا احنا من تجربتنا من الاعتقال طبعا كثير اساليب يتمارس ضد الاطفال الاسر خلال فتره الاعتقال، بالتحديد من فتره الاعتقال من البيوت او من خلال الحواجز، بدايه الاعتقال وبدايه كمان يعني المرور في مرحله التحقيق ومرحله التفتيش العارف بدايه الدخول للسجون الاسرائيليه وخاصه مركز حواره. يعني البدايه بتكون بشعه، من البدايه البشاعه بتكون أكيد في أكيد. الموضوع هي بالبدايه بتكون كثير يعني طرق واساليب كثير قاسيه نفسيا على الاسير. انت بتحكي عن سن تحت 18، هو مفروض يكون في إطار الأسرة، الأسرة المحمية، إطار المجتمع، إطار الأسرة المدرسة. فهذا يعني كثير مؤذي نفسيا للطفل بهذا العمر. وانت بتحكي عن كمان اعتقال بجيل 11 سنة 12 سنة، هي مرحلة خلينا نقول طفولة مبكرة. ولما بتعرض الطفل لهذه التجربة هي بتعمل عملية كسر لعملية التطور النفسي والجسدي والاجتماعي والعاطفي للطفل، بتعرض لتجربة اهتزاز في شخصيته. أيوة بالضبط. هي بتمس العلاقات الضمنية أو العلاقات اللي جوا شخصية الطفل، ومن هون بتبلش أصلا الآثار النفسية الناتجة عن خبرة الاعتقال. طيب يعني أستاذة حلمية، احنا بصراحة مرات بنقول إنه والله الأسير فلان أو فلان، طبعا احنا بنحكي عن شخوص أو أشخاص كبار، إنه مختلف متغير كثير بعد ما طلع من سجون الاحتلال. أكيد. وإنه صاير عنده انطواء، عنده عزلة مثلا، في عنده كثير بيكون حذر في التعامل أو في الانخراط مع المجتمع. أكيد. فما بالك عن الأطفال لما بنحكي عن طفل، إيش أبرز خلينا نقول السلوكيات أو الأعراض اللي بيعانوا منها لما بيخرجوا من السجن؟ هلا إحنا لما بنركز شغلنا بنركز مش بس كمان على المعتقلين اللي بيدخلوا داخل الاعتقال بغض النظر عن فترة الاعتقال. يعني أنت اليوم بتحكي عن يعني مدة اعتقال كمان عالية يعني تمارس ضد الأطفال. إحنا حالات الاحتجاز واللي هي الأصعب أصلا، اللي هي يعني خلال فترة قصيرة 6 ساعات أو 4 ساعات أو ساعتين هي مارس عليها عنف. نعم بشوف الأمرين. أيوة بالضبط. لما بتحكي عن التغيرات، كيف تغيرات كثيرة يعني إحنا من تجربتنا
بتحكي عن تغيرات في المشاعر جوا، بصير عنده غضب، بصير عنده إحباط، بتطلع على الحياة بنظرة سوداوية، مش ما عنده أمل. هذا خلال فترة احتجاز ممكن توصل 6 ساعات فقط. حتى كمان يعني الاعتقال. أنت أنا بحكي عن الأثار بشكل عام، بس هي أصعبها بتكون لحالات الاحتجاز، خاصة ل 13 سنة. اليوم كثير مركزين صح على 11 12 13 سنة 14 سنة في احتجاز اللي على الحواجز. هلا لما نحكي عن التغيرات من تجربتي أنا الفعلية أو شغلي مع الأشبال الأسرى، هي بتحكي عن تغيرات كثيرة أبرزها وخاصة الإميات. يعني أكثر ناس بلمسوا هاي التغيرات هي الإميات، عمل على تواصل مباشر مع الطفل الأسير. بتحكي عن تغيرات سلوكية اللي هي العصبية، بتصل لدرجة التكسير، لدرجة بجوز كمان العنف الجسدي، بصير كمان يعني ناحية سلطوية، بصير عندهم رغبة في ضرب مثلا أخوتهم الأصغر منهم، عندهم تسلط، عندهم فرض الأوامر، إنه هم بحسوا حالهم إنهم كبار ولازم هم الأصغر منهم يمشوا مثل ما بدهم. بالإضافة كمان لتغيرات أنت بتحكي عن على المستوى الفكري، في إشي بتعلق في الصدمة النفسية لما بدخل الأسير على السجن 13 و14 سنة، بصير في عملية دماغية، بصير في عملية قصرية لعملية التكيف داخل السجن. فهون كمان إنه بصير في نضج مبكر، بتدخل عليه أفكار غريبة بحياة السجن اللي هو ما كان متوقعها، واللي هي طبعا أجبر على أنه يفوت في هذا المرحلة. بالضبط. يعني هي قصريا، وهون بتبلش كمان عملية النضوج. أنا هم في أسرة كثير بيجي بحكوا لي إنه أنا ما كنت هيك، أنا حس حالي أكبر من سني. هم أطفال، هم طبعاً أطفال، أو أنت تحكي عن 16 و17 سنة، بحس حالهم إنه أنا كبيرة. هاي بسموه النضوج المبكر، واللي ممكن بصراحة يكون في يعني غير متقبل لهذا النضوج. بالضبط. بالإضافة كمان إنه في تغيرات على المستوى الفسيولوجي، المستوى بسموها الأعراض النفسية الجسمية. يعني بصير عندهم وجع معدي، بصير عندهم وجع راس، هزال مثلا، بيكون سببها نفسي بس بتظهر عن طريق أعراض جسدية. واللي هم كمان بعان بروح على دكاترة بيجوا يقولوا لك لا أنت متعرض لضغط كتير عالي، وأنت هدي حالك، ما تتوترش وما تعصبش، يكون ريلاكس يعني. بالإضافة كمان لأشياء بتتعلق في العلاقات مع الأسرة، يعني بضلوا قاعد لحاله، بحكيش مع أهله، بقعدش على المائدة الطعام، بتغير عليهم الأكل كمان. يعني حتى نظام الحياة بتغير. أيوة بالضبط. يعني عندي أسير أنا حاليا هلأ بشتغل معاه، هو داخل السجن كان يتحمم مثلا 3 مرات أو 4 مرات، نفس الإشي اليوم في البيت. مش قادر يطلع من الإطار الحياة السجن، مش قادر يقدر يعني يقدر يكيف دماغه للحياة الجديدة. وهون ممكن نوقف شوي لحتى نستفسر أستاذة حلمية، إنه بصراحة في كثير من الأسرى بيقول لك بعد تجربة الاعتقال والتحرر بيقولوا إحنا لساتنا بنصحى على الساعة الفلانية للعبد وللفورة وما إلى ذلك، ولساتنا بنحب اللون الفلاني أو بالأحرى مش بنحبه. يعني أنا ما طلعتش من هذا اللون اللي أنا اللي كنت ألبسه في السجون، ولليوم أنا باخد صحني وبروح لحالي باكل. يعني هذه الأمور كمان الأطفال بتقمسوها، خلينا نقول طبعاً، أو بيمارسوها. بقعدوا فترة طويلة تغيروا الألوان، يعني هم اللون الأسود أو البني كمان. أو البني حتى البوات، يعني صحيح. ستايل البوت تبعه يعني ما بقدرش يغيره، هو يعني طفل رغم أنه طفل. حتى كما بقدرش يستوعب، حتى هو تبرمج دماغيا على هاي الألوان. يعني هو بده فترة لري أدابشن، يعني إنه لعادة التكيف مع الحياة الجديدة، الحياة المجتمعية الجديدة، إنه يستوعب الألوان، يستوعب الأكل، تستوعب معدته كمان الأكل، حياة النظام الأسرة، الضوابط، القوانين الجديدة اللي هي مختلفة تماما. يعني هو بقول لك أنا داخل السجن صح، بعد شهر تكيفت داخل السجن، يعني بغض النظر هو تعرض لأشياء كثير خلال فترة التحقيق. بجوز إحنا ما حكيناش عن فترة التحقيق واللي هي كانت الأصعب في خلال تحقيق الأطفال، عملنهم بس شوي أرجع لهاي المرحلة، عملنا مرحلة كتير مهمة، كتير حساسة. يعرض الأطفال بهاي الفترة لتحقيق من أكثر من محقق، ولأساليب كثيرة.
اللي هي الأساليب النفسية طبعا، الجلوس على الكرسي لفترة طويلة لست ساعات وسبع ساعات، غياب وضع في الزنازيل الانفرادية، غرفة العصافير كمان هم يعني بفترة صغيرة يعرض كمان للابتزاز. فهمت عليك؟ إيش أشكال الابتزاز؟ إنه اعتقال أختك، فإنه نهد البيت يعني مثل يعني ما بنقول بيضربوا على البطن الحساس. بالضبط، يعني بيمسكوا من الإيد اللي بتوجعها، وخاصة الأم. يعني أنت بتحكي الأم بالنسبة لأسي الطفل عاطفيا ارتباط الطفل عاطفيا مع الأم كتير. هنا كمان يعني كثير كثير يعني أكثر فترة صعبة على الأسير لما نحكي لهم أني أكثر مرحلة صعبة بيجي يحكي لفترة التحقيق. البوسطة كمان يعني بحكوا عن يومين أو ثلاثة أيام بقعدوا في البوسطة، ممنوع شرب، ممنوع على الحمام، يعني تعامل كثير 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 سيء، ممنوع الحكي على المحاكم. كل هاي المراحل القاسية هي أصلا تخزن في دماغ الطفل. فهمت علي كيف؟ اللي هي كمان بتعمل الأثار السلبية. صحيح. اللي بعد ما مرحلة الشحرور واللي عقل لغة الأسرار الشحرور. يعني مصطلحات أكيد إحنا لابد أن نسلط الضوء حتى على طبيعة المصطلحات. وأستاذة حلمية أكيد أنت لاحظتي تغيير ربما في لغة التعبير والأساليب المستخدمة. صحيح. من قبل الأطفال. هاي من ضمن كمان التغيرات اللي بتصير. يعني هم بيبقوا حاملين لهجة لهجة السجن، انه الصحن يعني مختلف، مصطلحات مختلفة. صحيح. وهذا كمان بواجه صعوب في عملية اعادة التكيف الاسري مع افراد الاسرة ومع الام. انه احيانا بفهموش علي شو بحكي، يعني بقعدوا فترة طب فسر لنا احكي لنا. يعني بقعد يعني في اميات كمان ما يكون كثير واعيات. صحيح. لطرق التعامل مع اولادهم داخل السجن، بيجوا بحكوا انه انا ابني كثير تغير، مش قادر اتعامل معاه. حتى كمان على مستوى الاصدقاء، مستوى المجتمعي، بتحكي عن تغيرات كثيرة. طب هذه التغيرات واضح تماما أن شخصية تدخل إلى السجون والإسرائيلية كطفل ويخرج أسير وباسم الأسير ومحمل بثقل أيضا وتبعات هذا النوع من المصطلحات كأسير، ليعود شخصية مختلفة تماما إلى الأهل، المجتمع، حتى المدرسة وأصحابه وطلاب. فنبدأ بزاوية زاوية أسريا. وأنت ذكرت أستاذة حلمية أنه في هناك ربما بعض الجهل من قبل بعض الأمهات في التعامل مع مثل هذا النوع من الحالات. كيف ممكن نقوم بإعادة التكيف لهؤلاء الأطفال الأسرى أسريا في البداية؟ في البداية إحنا بنشتغل على أكثر من إطار داخل الأسرة. الإطار الأول هو الأسير نفسه بالتحديد، كيف إحنا نساعده ليتجاوز هاي الخبرة، خبرة الاعتقالي، يعمل عملية تفريغ نفسي، كيف كمان تفريغ دماغي من خبرة الاعتقال، من الأشياء المزعجة اللي تم تخزينها خلال مرحلة الاعتقال كلها، مرحلة التحقيق ومرحلة إصدار الحكم وما بعد الاعتقال. كيف إحنا نساعده بأساليب متعددة لا يقدر يتكيف مع هاي الخبرة. هذا جانب. والجانب الثاني والأساسي والمهم هو الشغل مع أفراد الأسرة. وبالأخص إحنا بنشتغل مع البيرانتس، مع الآباء، مع الأب والأم، وبالتركيز مع الأميات. الأميات هم أكثر يعني أفراد الأسرة اتصال مباشر مع الأسير بعد ما يطلع من السجن. هي بتبدأ من هون، بتبلش المعاناة. طبعا إحنا بنساعد الأم لتقدر تفهم شو التغيرات، نوعيها أكثر للتغيرات اللي بتصير على الأسير، شو بيصير فيه، يعني نتيجة اعتقاله بفترة الطفولة شو الأشياء، التغيرات والأثار الناتجة عن هاي الخبرة، من ناحية سلوكية، من ناحية نفسية، من ناحية أسرية، شو بتغير، من ناحية اجتماعية. حتى على مستوى الأسري احنا بنفسر لهم ونوضح لهم أكثر شو بيصير. حتى كمان نوضح لهم انه كمان انه التغيرات اللي بتصير يعني نتيجة هاي الخبرة في علاقتهم، نتيجة الانفصال، خلينا نقول بديش أقول طلاق عاطفي، انفصال عاطفي عن الأسرة. أنت بتحكي كمان عن لما بترجع عن الانفصال العاطفي، في أسلوب هم كمان استخدموا الاحتلال معنيين. طبعا هم أصلا هم ركزوا على الجانب النفسي. يعني بعرفوا يعني أنه تحطيم العلاقات الضمنية أو الجانب النفسي الداخلي للطفل، عم عارفين على أي وتيرة بيشتغلوا. هلأ لما بيمنعوا السلام
لما بتروح الأم أو أحد أفراد الأسرة على الزيارة بمنعوا السلام. عمل السلام هو بعمل عملية تواصل عاطفي مع الأم ومع فرد وبجوز بعطي أمل لهذا الطفل بفعل إنه برجع العلاقة. فاهم علي كيف؟ في إشي تلامس. هم معنيين بضرب هذا النوع من العلاقات أو الاتصال والتواصل. بالضبط. لما بصير في قطع عاطفي بقول لك بعيد عن العين بعيد عن القلب بعيد عن العين. فهمت علي كيف؟ الأشياء هون كمان بتبلش إنه بصير في فتور عاطفي في علاقته مع أسرة. كثير أصير مشتهن يشوف أهله بس فترة يعني اللي هي ممكن نسميها إحنا بصراحة إنه يعني بمصطلح إنه تعود مرحلة أيوة الاعتياد والتعود. أيوة بالضبط. هنا بترجع إنه إنت كيف تعملي إعادة تواصل أسري عاطفي. نشحن هذه العلاقات. أيوة مرة أخرى بالضبط. تعمل عملية شحن لهي العلاقات وإعادة يعني إعادة ترميمها إعادة تأهيلها. وهون دور كتير كبير على مستمعينا ومستمعاتنا على الأمهات الأهل إنه ما تهملوا إنه ابننا طلع بشخصية أخرى. أما هو لأنه كان أسير. لا يا جماعة الخير مهم جدا إنه إحنا نقوم بإعادة تكييفه معنا مع العائلة بين الفترة والأخرى. مش غلط أيضا الآباء والأمهات يخضعوا لجلسات مع الأخصائيين والأخصائيات. وهي مهم بالتأكيد. يعني في البداية يعني مش كتير بكون إنه يعني مهم بس لما بحس بلمسه إنه أنا تغيرت تعاملي مع ابني صرت أفهمه أكثر صرت أقعد معاه. يعني إحنا كمان يعني من وعي الأهل لطرق ومهارات إيجابية كيف يتواصل مع ابنه كيف يفهمه كيف إنه يستوعبه. عملنا هاي مرحلة وبتعدي بس أنا كيف أقدر أتعامل وأرجع ابني للتكيف مع خبرة هاي الاعتقال. نعم. وأخليه في الإطار الأسري. عملنا مهم مهم تشكيل نظام داعم من الأسرة للطفل. عملنا الطفل إذا مالك نظام داعم أسري خلينا نقول هو بيفقد الأمل بزيادة يعني بأكثر. نعم. يعني بنحبط بزيادة. فهمت علي كيف؟ فهون منركز على الجانب الأسري كيف نعيد ترميم أو عادة تأهيل العلاقات العاطفية الأسرية مع الأسير والأسرة. طيب يعني إجمالا بالتأكيد إحنا كمان تحدثنا عن الدور الأسري ورح نروح لنتحدث عن دور المجتمع أيضا. تمام. المجتمع ركيز من الركاز اللي لابد أنه كمان يكون متعاون مع الأسرة الأطفال بالتحديد. والطفولة بغض النظر تتأثر حتى دون أن يكون هنالك احتلال أو دون أن يكون هنالك سجون وقضبان. أكيد. السجون. أكيد. وبالتالي فما بالك بعد التعرض إلى هذه أنه حتى مهما كانت أو مقدار قوة هذا الطفل ونحن نعلم أنهم أقوياء مكافحين مناضلين ويخرجون رجالا بالتأكيد دائما وأبدا لكن الرجل الصغير بحاجة هو الآخر إلى دعم والرجل الكبير بحاجة إلى الدعم. طبعا أكيد. أنت تحكي كمان عن تغيرات اجتماعية مهم كمان تسليط الضوء عليها. اللي هي كمان يعني من ضمن التغيرات اللي هم بتتراجع علاقته في الإطار المجتمعي في أصدقاء في علاقات مجتمعية ببطل يطلع برا مثلا في جزء كتير مهم نعم أنه بيفقد ثقته في الناس. طبعا نتيجة تعرضه لتجربة الاعتقال ودخول معلومات كثيرة لدماغه أنه ببطل هو يثق في الآخر في الآخرين في المحيطين في المحيط الاجتماعي. فهنا كيف كمان نساعد الطفل الأسير بعد ما يتحرر أنه يستعيد علاقاته الاجتماعية. دور المجتمع كمان يستوعب يرجع يستوعب هدول الأطفال كمان هم بيواجهوا مشكلة أنه هو طفل هم بخافوا المجتمع أنه هو تعرض لشغلة ابتزاز وكل هاي من القصص أنه ناحية أمنية وهيك أشياء. فكثير في بصير أنه لا أنا ابني بديش يمشي مع أعضاء منه ممكن يكون مراقب واحد طبعا هذا كمان هو هدفين أنه فهم الاحتلال مستقصد أنه يصير هذا الشيء أنه هو بصير في عملية فكفكة العلاقات الاجتماعية. هلأ إحنا كيف نساعد نشتغل عملية توعية مجتمعية لتأثير يعني نحكي عن تأثير خبرة الاعتقال شو بيصير من ناحية مجتمعية من خلال توعية المجتمع الأهالي الأسرة بشكل عام المجتمع يعني بجزء البلديات رؤساء البلديات
البلديات، نشتغل كمان مع الأهالي المنطقة إنه كيف نوعيهم لإنهم إنهم يوعوا أكثر لأثار خبرة العطل وشو بصير من ناحية اجتماعية. طب أنتوا في جمعية، جمعية الشبان المسيحية، إيش دوركم كان في هذا الموضوع؟ كيف اشتغلتوا مع أهالي الأسرة، مع الأسرة أنفسهم، الأطفال بالتحديد؟ إحنا طبعا هنا بنحب ننوه إنه الحديث عن الأطفال، الأسرة الأطفال اللي تعرضوا لحالات اعتقال أو احتجاز حتى. إحنا بنستهدف شرائح المجتمع، إنه كيف نحكي عن تجربة الاعتقال بشكل مفصل، عن الآثار السلبية، شو فيها تأثير نفسي، تأثير اجتماعي، تأثير أسري، أكثر توعية. هلأ كل ما أنت وعيت المجتمع هو أكثر قدرة على يصير يستوعب هذا الأسير. فهمت علي كيف؟ وخاصة كمان أنت بتحكي عن أخرى، لما برجع برجع على العمل أخرى، يعني لما بدي يرجع يشتغل هون في مخاوف كثيرة من قبل أصحاب العمل ليستوعب هذا الأسير. هلا في 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 تغيرات بتصير على دافعية الأسير للعمل، إنه هو ببطل يصير عنده دافعية، بيصير عنده كسل، بيصير بداوم يوم وعشرة لا، ما بيكون في عنده التزام. يعني صاحب العمل هو بهموش إنه هو أسير، بهمه في إنجاز عمله خلص. هلا لما بيصير في عملية تواصل مع صاحب العمل كأخصائي، إنه لا هذا أسير تعرض لواحد اثنين ثلاثة، نوعي أكثر لإيش التغيرات اللي بتصير على الأسير، هو بكل بيستوعب أكثر، يعني بوعى أكثر، وبصير عندي كمان حتى يمتلك مهارات كيف يتعامل معاه وبيستوعبه. قديش يعني قديش البرامج اللي موجودة عندكم بتراعي هذا النوع أو هذا النقاط اللي حضرتك تفضلت وتحدثتي عنها بخصوص التأهيل والتكيف والتواصل أيضا مع الأهالي؟ هلأ طبعا التأهيل، لما نحكي عن تأهيل هو حكينا عن التأهيل النفسي والاجتماعي والأسري، في جانب كمان مهم احنا بنشتغل عليه اللي هو الفوكيشنال ريهابيتيشن أو التأهيل المهني. خلينا نقول التأهيل المهني، احنا كيف نساعد الأسير ليختار، يعني يختار خيار مهني مناسب له. هلأ هو بطلع من السجن مشتت، أول إشي إنه بهموش الشغل، بتكل دافعيته للشغل، ببطل إنه يطلع على المستقبل بطريقة إيجابية. هلأ كل هاي الأشياء أنت بتشتغل عليه إنه تركزي على إنه خلق رؤية إيجابية مستقبلية إيجابية للعمل، وبراز أهمية العمل، وكيف أنت تطلعي إنه يختار جانب متخصص، هي من خلال طبعا خدمة التشخيص المهني، الإرشاد والتوجيه والتشخيص المهني. بجوز إحنا كمان كجمعية متخصصين في هذا الجانب، احنا بنوصل مع الأسير لخيار مناسب اللي هو بتناسب مع نمط شخصيته، يعني على كافة على كافة المناحي الحياتية يتم العمل وبالتأكيد تقديم الدعم للأسير وعلى اختلاف الفئات العمرية، لكن بالتأكيد في مرحلة الطفولة بما لا يتجاوز 18 عاما. حابب أحكي كمان عن المدرسة شوي، بدي أركز على أنه جانب كتير مهم. حكينا عن الجانب النفسي والأسري والمجتمعي، المدرسة. نعم. لا في طبعا طلاب هم يعتقلوا أو يحتجزوا 11 سنة 12 سنة، إحنا بنساعدهم كمان كيف يرجعوا للإطار المدرسي، إعادة بسموها التكيف الأكاديمي. هلا لما بصير في كيف حكينا عن تغيرات الأسرية والنفسية، كمان بصير على الأسير تغيرات في المدرسة، يعني بصير عنده إنه بطل ينضبط في القوانين المدرسة. كيف حكيت إنه هو بصير عنده نضوج مبكر، بصير عنده بطولة، شعور بالبطولة، بيستوعبش إنه هو يصف في الطابور المدرسة وإنه يجي على السبعة ونص على نظام المدرسة. هذا الحكي هو التغى، غيب من البرمجة الدماغية تبعته، هو اعتاد على برامج السجن. هلا ما بدي يجي يرجع على المدرسة بواجه صعوبات كثيرة، سواء كان في النظام المدرسي، في علاقته مع الطلاب بصير في مشاكل، بحاول كمان يسيطر، هو يفرض هيمنته وسيطرته، انه كونه تعرض هو صار بطل بمفهوم الذات جواني. مشاكل مع المعلمين، هنا كمان بتم تسليط الضوء او بنشغل مع المعلمين انه لتوعيتهم شو بيصير وكيف يتعاملوا معه، كيف يتعامل معه بشكل بشكل اساسي على اساس يقدروا يستوعبوه ويقدروا يتقبلوه داخل المدرسه
ويقدروا واعيين لأي تصرف أو سلوك يفهموا إنه هذا مرجوعه يعني مردود الأثر الاعتقال. وإحنا كمعلمين لازم يكون إلنا دور أساسي لنستوعب ونحتضن هذا الطفل بعد فترة. وهذا واجبنا. نعم. المهني واجبنا الوطني كمان. واضح تماما يعني بخصوص ضرورة متابعة وضع الأطفال أسرى حتى وإن بالتأكيد اختلفت الحالات واختلفت الأعراض واختلفت الشخصيات بعد التعرض لما ينتهجه الاحتلال ضد أطفالنا ونسائنا ورجالنا والكل الفلسطيني. هو يعني معرض لأن يكون وجهة اعتداءات من قبل الاحتلال والسجان الإسرائيلي، لكن رغم ذلك الأشبال إن شاء الله يكبرون ليكونوا أسودا مدافعين عن هذا الوطن على اختلاف أماكن تواجدهم حاليا للمتواجدين في سجون الاحتلال. نتمنى دائما أبدا أن يكون هنالك أيضا احتضان لهؤلاء الأطفال أكيد. من قبل الأسرى الآخرين أكيد. الذين لهم تجربة وباع في عملية الأسر والحركة الأسيرة. وبالتأكيد حديثنا طويل وللحديث بقايا وليس بقية. أستاذة حلمية الكوع أخصائية نفسية اجتماعية في جمعية الشبان المسيحية، كل الشكر لك على هذه المداخلة. نتواصل وإياكم وثلاث دقائق تفصلنا عن ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل ونواصل برنامجكم الصباحي.